قررت الفنانة نادية الجندي العودة إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب عامين من خلال مسلسل أسرار مع المخرج وائل فهمي عبد الحميد ومن تأليف أحمد صبحي. يشارك في بطولة المسلسل فريال يوسف وأحمد سعيد عبد الغني وحسام فارس. تجسد نادية الجندي في المسلسل شخصية طبيبة اسمها أسرار وتحاول كشف الفساد الموجود في القطاع الطبي وتواجه العديد من الصعاب بسبب مافيا عصابات الدواء. أديه المنظر ده جميل. تعرفي إن الغروب ده هو الفراق الوحيد اللي بنحب نشوفه؟ مع إن الغروب ده أصعب شيء في الدنيا. العمر الغروب والحب الغروب. ويا ترى أنا وإنتي دلوقتي في الغروب؟ ليه ساعة الغروب دايما بنحب نتأمل؟